الحقيقة يعني احنا مشاعرنا كلها مع الذكرى 47 لنصر اكتوبر، فتلاقونا بنفكر في الاحوال المنطقة اللي حوالينا. انا بعتقد انه مفيش منطقة بهذا الضعف وبهذا الاستسلام وهذا الخنوع وعدم مواكبة الحضارة. يعني لما يكون احنا السودان القادة بتوعها ما حافظوش عليها عشان تبقى دولة، مش هقول دولة متطورة، وعندنا حروب في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي ليبيا، ومش ممكن مش ممكن المنطقة الوحيدة اللي فيها احتلال حقيقي مادي الآن في العالم كله هي منطقة فلسطين. فيعني أنا بقول برضو في ذكرى حرب أكتوبر إنه لو كنا في سنة 77 هذا السلام الذي صنعته مصر، لو كانت المنطقة استفادت منه بدل ما تعادي مصر في هذا التوقيت، أكيد كانت وجه المنطقة كله كان هيتغير، وما كناش نستجدي دلوقتي 10% من اللي كان ممكن يحصل عليه الشعب الفلسطيني ولا الجولان في سوريا ولا ولا. طيب، هيئة البحوث العسكرية تنظم المعرض السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية، والمعرض بعنوان ذاكرة أكتوبر 2020. المعرض بيستمر لغاية الثلاث بكرة ببانوراما حرب أكتوبر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. نشوف ونرجع نعلق مع حضرتك. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي 13 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2020، والذي يستمر حتى 6 أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر. وشمل المعرض جناحا للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التي تناولت حرب أكتوبر، بمشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية. كما ضم المعرض جناحا للأنشطة الفنية، ضم عددا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكتات التي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر عام 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصاب الحرب. واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر عام 1973 من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات. كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واشتمل معرض ذاكرة أكتوبر 2020 على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية. حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة المدارس والجامعات. يعني أنا شايف أنه في مجهود كبير جدا معمول في المعرض ده، فأرجو أن هو يمتد شوية، لأنه الهدف اللي احنا شفناه في التقرير أن الشباب الصغير يشتغل ويستعيد روح أكتوبر في الجامعة، في ثانوي، في إعدادي، في ابتدائي اللي احنا شفناهم. طب ما عايزين يعني عدد كبير يستفيد، لأن بانوراما أكتوبر من الأماكن الأكثر زيارة، الأماكن العسكرية الأكثر زيارة من الرحلات والمدارس والتجمعات الشبابية. فمن فضلكم نخلي المعرض بس شوية، لأن كفاية قوي استندات الكتب دي محتاجة وقت إن الواحد يشوفها ويفهم وياخد كتاب يشتريه يقراه يستعيره، معرفش على حسب بقى النظام المطبق يعني. طيب هروح لخبر